اقتصاديا، يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية 14 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة. وأوضح المركزي أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، أما الطرح الثاني فيبلغ قيمته 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له، وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة في ظل ارتفاع العائد.